السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد الاطباق صيفيه اللي كتكون من دجاج اكسبريس اللي كتف في الكوكوت بلا ما، واللي غنرافقو بسلطات ومشرملات وعصير. نتلاقاو بعد الفاصل. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single غندوزو دابا المقادير وطريقه التحضير. عندنا هنايا واحد الكميه ديال الدجاج على حسب عدد الاشخاص. عندي خرقوم بلدي، الملحه، لا موطارد، صلصه الطماطم، الزيت البلديه او روميه، شويه ديال الخل، بودره ديال البصل، الابزار، سكينجبير، التحميره وشويه ديال القرفه. غندوزو بسم الله على بركه الله. غنديرو هنايا معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، شويه ديال الملحه، ثومه بودره، نص معلقه صغيره، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، سكينجبير، راس معلقه صغيره ديال القرفه، وهنايا عندي معلقه عامره صغيره ديال الموطارد، انا عندي مخلط الزيت البلدية والرومية. هاد الدجاج هذا راه كيطيب بلا ما. هنا غادي ندير الخل، الخل ولا الحامض اللي متوفر عندكم. هنايا عندي واحد المعلقة صغيرة عامرة ديال صلصة الطماطم. غنخلط هاد الشيء حتى تنسجم هاد العناصر مع بعضها. غادي نشرمل فيها الدجاج كما كتشوفوا معايا. بسم الله نشرمل فيها الدجاج، وغادي نطيبو في الكوكوط. غادي نسطفو في الكوكوط، ومني غادي تصفر نقص عليها العافيه ونحسب ليها 20 دقيقه بالحساب. المهم انا غادي نرقد هاد الطريفه ديال الدجاج اللي عندي ونتلاقاو بعد ما نديرو في الكوكوط. بعد ما رقدت هاد الدجاج اللي عندي شرملتو في هاد العطريه ديال اللي عندي، درت واحد شويه زيت مخلط بين بلديه وروميه هنا في الكوكوط. صافي دابا غنستف هاد القطع ديال الدجاج اللي عندي، وكيف ما قلت لكم غادي نحطوها فوق البوطه وغير تصفر نقصوا العافيه ونحسبوا ليها ثلث ساعه بالحساب. غندوزو دابا الخيزو مشرمل. عندي هنايا واحد ثلاثه ديال المطيشات اللي نقيتهم وقطعتهم دوائر وزولت لهم الذريعه. عندي هنايا واحد 4 ديال الخيزوات، المهم كتبقى على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما. عندي شويه ديال القزبر ومعدنوس، لو زيست ديال الحامض، جوج فصول ديال الثومه محكوكين، شويه ديال الملحه، الزيت البلديه، وشويه ديال الخل. دابا غادي ناخذ مقله، هنا مقله اللي تكون ما كتلصقش، غنستف فيها الدوائر ديال المطيشه بحال هكا، وغندير عليها واحد رشيشه ديال الملحه، غندير عليها واحد رشيشه ديال الملحه. صافي نديرها على عافيه مهيله ونغطي عليها حتى تطلق هذاك الماء ديالها. وفي نفس الوقت غادي ندير هاد الخيزو هذا، درتو هنا في هاد الكسرونه هادي، غندير معاه هاد الفصول ديال الثومه محكوكين، وغندير معاه شويه ديال الزيت البلديه، وغادي نحطو فوق عافية مهيلة حتى يهبط حتى يهبط. ومني غتطلق ليا هاد المطيشة طلق ليا الما ديالها، وغادي نخليها حتى تنشف وبحال تعسل. عاد غنضيف عليها هاد خيزو اللي تشحر ليا مزيان وهبط، وغنضيف عليه لوزاز ديال الحامض وشوية ديال الخل والقزبر ومعدنوس. المهم هاي المطيشة ديالي حطيتها فوق البوطة، أنا غادي نغطي عليها ومرة مرة نحركوها باش ما تحرقش لينا. وخيزو ها هو حطيته هنا على عافيه مهيله
مره مره تا هو نحركو باش ما يلصقش لينا باش ما يتحرقش لينا. بعد ما هاد المطيشة هذه طلقات ليا ما ديالها اخرى حتى تعسلات ونشفات تماما من هذاك الماء، هنا تشحر ليا داك الخيزو مزيان يعني طاب. عندي هنا زيت البلديه، لوزاز ديال الحامض، شويه القزبر المعدنوس. دابا هاد الخيزو هذا غادي نضيفو على هاد المطيشة هذه. نضيف عليه اللوزيز ديال الحامض، قزبر ومعدنوس، صافي. غندير شوية ديال زيت البلدية من الفوق وغنردها فوق النار غير شوية، واحد ثلاثة دقايق بحال هكاك، صافي نزولها. الشرموله ديال الخيزو كتجي رائعه، وهذيك هذاك اللوزاز ديال الحامض كيزيدها واحد النكهه واحد اللذه ما غاديش نقول لكم، يعني حتى تجربوها وغادي تشوفوا. دابا غادي ندوزو للشرموله ديال الفلافل والباذنجان. غنحتاجو، مهم انا عندي هنا ثلاثة ديال الباذنجانات، كتبقى على حسب عدد الاشخاص. هنا عندي الفلافل، عندي خضراء صفراء حمراء، عندي طوماط سوغيز اللي غسلتها وقسمتها على جوج، عندي شويه ديال قزبر ومعدنوس، ثلاثه الفصوص ديال الثومه محكوكين، شويه ديال الملحه وزيت البلديه. غناخذ واحد المقله غادي ندير فيها الثومه محكوكه، وغندير فيها شويه ديال الزيت، وغنديرها فوق البوطه غير تسخن ليا شويه ديك الزيت وتشحر هذيك الثومه واحد شويه، صافي. وغادي نضيف عليها الباذنجان ونخليه حتى يهبط ويدخلوا الطياب، عاد غادي نزيد عليه باقي العناصر. بعد ما سخنت ليا هاد الزيت هادي وتشحرت ليا ديك الثومه واحد شويه، دابا غادي نضيف عليها الباذنجان اللي قطعته على شكل طولي. كيف ما كتشوفوا معايا، بعد ما تشحر الباذنجان وتقريبا طاب ليا، دابا غادي نضيف عليه الفلافل اللي نسيت ما قلتش لكم راني مقطعاها على شكل طولي، صافي. غير تشحرت هي تهبط شويه، غنضيف عليها الطوماط سوريز والقزبر المعدنوس، كيبقى هو المرحله الاخيره. بعد ما تشحرت ليا الفلفله مع الباذنجان درت واحد الرشيشه ديال الملحه، دابا غادي نضيف عليهم هاد الطوماط سوريز، صافي. وغادي نغطي عليها بين ما هبطت ليا هاد الطوماط هادي، صافي. كتبقى اخر مرحله هي القزبر والمعدنوس. دابا غادي ندوزو باش نحضروا السلطه المغربيه اللي كلشي كيعرفها، اللي فيها مطيشه اللي نقيتها غسلتها من طبيعه الحال ونقيتها وحيدت لها الزريعه وقطعتها بحال هكا على هذا الشكل. هذا عندي هنايا واحد جوج فلفلات كبار اللي مغسولين وشويتهم وزودت لهم جلده وقطعتهم على هذا الشكل. هذا عندي هنا واحد البصله صغيره مشلده، الزيت، الملحه، الكمون وشويه ديال القزبر ومعدنوس. نبداو بسم الله على بركه الله. الطماطم مطيشه، الفلفله، شويه ديال الملح، شويه ديال الكمون، صافي. غادي نخلط الكل. هنايا غندوزو باش نحضروا، عندنا هنايا اللوبيا اللي سلقتها في الماء وشويه الملحه، والباربا اللي سلقتها. غندير هنايا الزيت البلديه، وهنا كذلك الزيت البلديه، وغندير القزبر والمعدنوس هنا وشويه القزبر والمعدنوس هنا. بالنسبه للملحه هنايا لان سلقتها في الماء والملح ما غاديش ندير لها الملحه،
والباربه كنبغيها تبقى على طبيعتها، ما كنديرش ليها الملحه، كنخليها على طبيعتها. عندي شويه ديال الزيت البلديه هنا، شويه ديال الزيت البلديه هنايا، شويه ديال القزبر المعكوس هنا، كذلك شويه ديال القزبر المعكوس. صافي وغادي نخلطها. وهنا عندنا سلطه ديال البطاطا. خديت البطاطا عفوا خديت البطاطا غسلتها ونقيتها وقطعتها مربعات صغيره وسلقتها في الماء وشويه الملحه. عندي هنايا الزيت البلديه، شويه الكمون، شويه ديال الملحه لان البطاطا سلقتها في الملحه، وشويه ديال القزبر ومعدنوس. غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه هنا، شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، وشويه ديال القزبر ومعدنوس. صافي غادي نخلط لكم. الاطباق النهائيه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه الى وصفه اخرى ان شاء الله.